الكلمة، القلم، العدسة، سلاح ذو حدين، سلاح شباب وهبوا أوقاتهم وطاقاتهم وإيمانهم لمهنة المتاعب والمشقات، المهنة التي تطورت أدواتها وأساليبها بنحو غير مسبوق، تطور أتاح فرصة للفرد لأن يكون مؤسسة إخبارية لوحده. في ظل هذا التطور، من هو الرقيب وما هو الواجب ومتى تسقط المعايير؟ نتحدث عن الإعلام العربي اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من مترو. عنا طاقات حابين نفجرها وعنا طاقات ما إلى حدود. للمنبر الشخصي، أنه الناس المتابعين لهذا الصحافي ينظرون إلي على منبر الشخصي على أنه صحافي، ويجب علي أن يلتزم بالأخلاق الصحفية. الصحفي إنسان طيب، ما بدك تجرديه من إنسانيته أو بدك تجرديه من انتمائه أو من عقله. إظهار الحقيقة هو أساس عندي. البداية مع شباب الإعلام في منابرهم. من لبنان، عين الكاميرا. احنا بمنطقه كل الوقت منطقه مشتعله، يعني منطقه ملغومه، يعني مثلا ما فيك تلتحق اذا بدك تروحي تفتشي على قضايا، يعني قضايا يمكن اجتماعيه او فيك تعملين هول وفي كثير منهم، بس القضايا الاجتماعيه بتصير الاولويات للقضايا الامنيه، لانه كل الوقت عندك بلاد مش ثابته، بلاد فيها قتل، فيها ارهاب، فيها كل الوقت شبح الموت بخيم عليها. لا شك أنه بلبنان الانقسامات السياسية واضحة وتوجهات المحطات الإعلامية كمان واضحة، إنما الإنسان الإعلامي، الشاب الإعلامي أو مطلق أي إعلامي بهذا القطاع بيقدر يكون موضوعي عبر أنه يكون عم ياخد كل وجهات النظر، يبينها لكل الناس والناس عليها تحكم، مش الإعلامي اللي هو عليه يحكم مين معه حق ومين ما معه حق. المشاهد عنده ذكاء كفاية وعقل كفاية لحتى يقدر يميز مين عم بيحكي صح من الجوف ومين اللي عم بيحكي غلط، وهو يعني الإعلامي بيكون موضوع بنقطة واحدة، أولا بنقل الخبر أو نقل الحالة اللي عم ينقلها بطريقة حيادية موضوعية مع وجهتي نظر لكل الأطراف يلي عم تتنافس على هاي الحالة أو على هذا الموضوع، وبالآخر على المشاهد أنه هو ياخذ الفكره من هذا التقرير والفكره من هذا الموضوع، ومين شو اللي بده يبينه الاعلامي بلا ما يبينه صراحه. يمنى فواز اليوم اولوياتها شو بالاعلام كشابه؟ خلينا نحدد اولوياتي بالاعلام، اوصل يعني وصل المعلومه اللي ما فيها توصل للناس، اللي ما فيها توصل للناس واللي مش بسهوله توصل للناس، واللي هي معتم عليها او مقصود التعتيم عليها أو مقصود عدم إظهارها بشكل الحقيقي. فأنا يعني عندي حب أنه القضايا المعتم عليها أو القضايا اللي مش واضحة فتش عنها، بين الحقيقة فيها، يعني إظهار الحقيقة هو أساس عندي. بتأثر على المحيط اللي أنا عايشة فيه، يعني هو أكيد أنا بداية عم بلش من وطني، بتأثر على وطني وتأثر على الإنسان الموجود بوطني وبالمجتمع. إذا بدك فينا نبلش المجتمع العربي للمجتمع الدولي، بس إنه يعني اهتماماتي لبنان، العالم العربي، بعدين بتوسع، يعني الوطن والإنسان بشكل أساسي. هلأ شو الفرق بين العمل بالمؤسسة الإعلامية الحكومية ومؤسسة إعلامية خاصة؟ هو مثل الفرق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بأي مجال وبأي مؤسسة. بالنهاية القطاع الحكومي هو مؤسسة كبرى، المؤسسة الإعلامية يعني نحن شئنا أو أبينا هي مؤسسة صغيرة، عدد أفرادها والعاملين فيها أقل بكتير من اللي بيكونوا موجودين بالقطاع الحكومي. هامش حريتها أكبر بكتير لسبب بسيط كمان، أنه أنا مؤسسة عم بحكي الواقع ببساطة، نحن هيدا شعارنا أساساً أنه الواقع كما هو، أنه هي ما فيني أولى بهي الأريحية بمؤسسة ناطقة باسم الدولة أو باسم الحكومة. هي مسألة لازم يكون الواحد
واعي له، يعني انه انا ما بطلع بقول اللي بدي اقوله بكل اريحيه، لانه انا بالنهايه وهذا الشيء المنطقي والطبيعي يعني والشيء اللي بيعرفوه كل العالم وخصوصا بمجال الاعلام، انا عم بشتغل بمكان عم عبر عن سياسه هي الدوله. نحن حاليا بالميادين عم نعبر عن الواقع، عم نعبر عن اللي عم بصير على الارض، عن الحقيقه مثل ما بنشوفها نحن، ما عم نرسم سياسه خاصه الا بالشيء المعلن بالنسبة للموضوع العربي وبالنسبة لموضوع إسرائيل وفلسطين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع الآن تغطية الميادين المستمرة والمباشرة لتداعيات العدوان الإرهابي على غزة والاحتفالات التي ما زالت مستمرة حتى الآن احتفالا بأسري جندي إسرائيلي. إجمالا نحن كفريق أخبار ما عندنا مشكل مع مطلق أي موضوع بينعطانا، لأنه بالسياسة التحريرية الموجودة عنا عطول نحن على اطلاع بالأمور اللي عم بتصير بالبلد، يعني باجتماع التحرير يلي نحن بنعمله نتبادل الأمور، يعني يمكن أنا أكون في شغلة ما معي خبرها أعرفها من ريبورتر تاني. سواء بلبنان أو بسوريا أو بأي دولة تانية، كيفية استغلال الصحافة لحدث معين ليعمل نجوميته. هلأ بحق له الصحافة بس يقدم سكوب، بس يشتغل فعليا أنه يعني هيدا النجاح هيدا حقه، وهذا يعني هو الشيء النفسي اللي بيعتز فيه انه طبيعي حقه هيك. بس في عندنا بعض النماذج هي نماذج سيئه جدا جدا، لانه في تزييف للمعلومات، في فبركه، يعني في فبركه حقيقيه للمعلومات، بالاضافه انه يعني بنلاقي صحفيين عم بيحطونا باجواء هن ما عم يكونوا متواجدين فيها، عم ياخذوا تعب اشخاص ثانيين هن عم يشتغلوها وبيجوا بيحطوها باسمائهم. فينا نقول بعتقد بسوريا البلد اللي انت منه بشكل اساسي هو اللي خلق جيل جديد شاب جدا، يعني صرنا نلاقي 17 18 صحفيين، واكتشفت حتى هون انه اذا بدنا نحكي عن الاستغلال انه كنا نلاقي واحد ورا سكايب وعم يحكي انه يعني خاصة بسوريا كثير ظهرت هيدي، انه صحافي بس عم يحكي من السكايب وعم بيقول هنا الان يقتل وهنا تم قصفهم وهنا كذا وامامي، وهون صار في استغلال، لانه هو اول شيء بالصحافة هو انه بدك توصل الحقيقة بموضوعية بحيادية، وتكوني اكيد تكوني شاهدة، يعني ما فيك تكوني عم توصلي معلومة أنت مش شاهد عليها. الخبر أول ما بيوصل أكيد بنحاول كتير نكون موضوعيين، كتير شغلة صعبة هيدي ريحان، لأنه نحن بالنهاية بشر وما فينا ما نتفاعل مع قضايا أمتنا ومع الأخبار اللي عم بتصير ببلادنا، يعني خصوصا أنا كسورية يعني كتير صعب علي أني أنا مثلا أتعامل بحاول كتير أني أكون موضوعي، هاي بتأطرك فيه المؤسسة أكثر ما أنت بتأطري حالك فيه، يعني أنت إذا شطحت شوي بتردك المؤسسة أنه لا نحن هيك بدنا نتعامل مع الخبر. بس بالنهاية أنت لما بيجيك خبر من بلدك بتحاولي مع الوقت مع الخبرة، نتمنى أنه نقدر نحقق هذا الشيء. أنا عم بحكي عني بشكل خاص طبعا، ما في أتوقع شو هو مستقبل الإعلام بلبنان، في أتمنى أنه يكون مستقبل الإعلام بلبنان أحسن من الوضع الحالي، لأنه نحن نستحق أنه يكون عنا بالفعل إعلام بلبي طموحات الشباب. عنا طاقات عن جد بالفعل مني وجر، عنا طاقات حابين نفجرها، وعنا طاقات ما إلى حدود بصراحة، فحابين أنه يكون عنا بالفعل إعلام بيستوعب طاقتنا، بيستوعب طموحاتنا وأحلامنا، لأنه بظن أنه نحن كإعلام لبناني عم بحكي بشكل خاص، نحن قادرين نعكس كل وضع البلد عنا على الشاشة، وقادرين يعني نقسم شارع نصين، وقادرين نجمع شارع. فلهيك أنا بتمنى أنه يكون إعلامنا إعلام بيجمع ما بيفرق. كانت ممتع الحديث معك، بس أنا من زمان عندي كذا سؤال لك. حسام فيك تعطينا الكام اللي معك إياها، الميني كام؟ Thank you. خليني هلأ أنا أسألك، لأنه عبالي من وقت أسألك بما أنه عملتي ضجة أنت وأختك فيا. لي بلادي الآن في الحقل الإعلامي، كنت بتتوقعي؟ أنا خريجة إعلام 2014، شغفي كله بالإعلام، وأنا تقدمت بلي بلادي كحدا عم يلقي نشرة أخبار مغنات، يمكن العالم فهموها بطريقة أخرى، يمكن أسلوبي كان كتير نثري، بس أنا بالنهاية بدي أقدم أخبار
بلدي وبلادي للعالم. صحيح أنه بتحملي بداخلك عدسة واحدة إنما بتضم عيون ملايين من المشاهدين، لهيك بتحمليني مسؤولية كبيرة بس ما بتخوفيني. ملفين خوري أو تي في. هيدا عدسة الكاميرا، هي سلاحي وهي صوتي، بس اليوم اللي بطل في قول الحقيقة أنا بختفي تماما عنها. هيك يمنى فواز من قناة الجديد. كاميرا عدسة صغير كتير وواقعنا كتير كبير فيه أحداث كتير للأسف كلياتها سيئة حاليا. نتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نوصل صورة حلوة ليصير الواقع أحلى وأحلى. هبة محمود، الميادين. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا الإعلامي جورج قرداحي. أهلا بك على متن مترو معنا. أستاذ جورج، كان طموحك أن تدرس أو أن تكون حقوقيا، أنت درست الحقوق لكن حاجتك إلى العمل دفعتك للعمل في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، والآن تملك يعني مسيرة حافلة جدا يعني، وأنت من أشهر الإعلاميين اليوم في العالم العربي. شكرا. نتحدث اليوم عن الإعلام العربي، كيف كان وأين أصبح؟ أين أصبح الإعلام العربي اليوم؟ والله اسمحي لي بداية أنه هيك معلش على الهامش، بس لأنه الحدث مش من زمان حصل. صحيح. أني وجه تحية من القلب، تحية إكبار وإعجاب وهيك انحناء أيضا أمام هذا العملاق الذي غادرنا قبل أسبوع تقريبا، الأستاذ محمد حسنين هيكل. ونحن أيضا هيكل نعم. نحن أيضا نتقدم كفريق عمل مترو بالتعازي نعم. إلى أسرة الراحل الصحفي الكبير يعني. نعم، هو خسارة كبيرة للإعلام العربي، للصحافة المكتوبة أيضا في العالم العربي وللفكر العربي، لأنه كان مفكر وكاتب وترك عشرات المجلدات من الكتب. هو كان الله يرحمه كان مثال أعلى لكل اللي اشتغلوا في الإعلام وفي الصحافة من جيلنا نحن، ويصلح أن يكون أيضا مثالا أعلى للجيل الجديد اللي عم تحكي عنه بهالبرنامج. ما بدي أحكي عن ميزات الفقير مع اختلاف العصر، مع اختلاف العصر، لأنه هو عابر لكل العصور. هو رجل كان سابق عصره إذا فينا نحكي، لما كان مراسل، لما أصبح رئيس تحرير، لما أصبح سياسي، لما أصبح كاتب، لما أصبح معلق في التلفزيون. يعني هو تنقل في كل وسائل الإعلام تقريبا، وفعلا يعني علمنا حرية الفكر. يعني حيثما كان الأستاذ محمد حسنين هيكل كان أسلوبه يدرس حرية الفكر. بقى ما بدنا نحكي كتير عن الموضوع لأنه موضوعي أكثر، ولكن حبيت أقول أنه هو أيضا يصلح لأن يكون مثالا لجيل الشباب في الإعلام العربي. بالحديث عن جيل الشباب في العالم العربي، بدك ترجع لسؤالك بالنسبة للإعلام. كمل. أوكي، برجع لسؤالك اللي تفضلتي وطرحتي. هو نفس السؤال يعني، أين أصبح الإعلام العربي اليوم؟ نعم. وجيل الشباب هو من يقود هذا الإعلام، يعني السؤال نفسه، فتفضل. شوفي، خلينا هيك بهدوء وبروية وبموضوعية نحكي عن الإعلام العربي. أنا بقول من الفضائل القليلة لما سمي بالربيع العربي أنه فضح هذا الإعلام العربي، أو فضح قسما من هذا الإعلام العربي، لأنه المشهد الإعلامي العربي في بداية ما سمي بالربيع الذي مر على عدة دول عربية أظهر لنا كم هنالك من وسائل إعلامية كانت مجهزة وكانت محضرة وكانت يعني مصنوعة خصيصا لخدمة هذا الربيع العربي. شفنا كتير محطات هلأ اللي مرأتيهم ما شاء الله، الصبايا الإعلاميات حكيوا عن هذا، عن جزء من هذا الإعلام، خاصة موضة شاهد العيان. نعم، الزميلة يمنى فواز يمنى حكيت عن شاهد العيان عبر السكايب، وصار كل مواطن هو مراسل، وهذا الإعلام صار يستخدم كل هالناس بمعظم الأماكن، مش بس في سوريا، بس استخدموه قبل في تونس، بعدين في مصر، بعدين في ليبيا، وحيث ما كان بقى كان يعني طيب كان ينقل أحيانا
ما يجري، ولكن أحيانا كثيرة كان يزور الحقائق في خدمة السياسة أو في خدمة الجهة التي ينتمي إليها هذا الإعلام. بقى هيدي بس كمقدمة صغيرة، عم نحكي عن واقع الإعلام العربي. نعم. اليوم فضحت كل هذه الوسائل، أصبحت مفضوحة. المشاهد العربي في جميع أنحاء العالم العربي، حتى التي مر حتى الدول التي مر بها ما سمي بالربيع العربي، كشفوا حقيقة هذا الإعلام والتزام هذا الإعلام بالسياسات التي تنفذها حكومات معينة في العالم العربي، حكومات معينة في العالم العربي وخارج العالم العربي أيضا، لأنه كنت تحسي أنه في مطبخ للإعلام يشغل فيه ويشغل عليه، ليس فقط من قلب العالم العربي ولكن أيضا من خارج العالم العربي. نعم، تحدثنا عن التطورات التي يعني واكبت هذا الإعلام، التطورات التقنية، هل تسهل؟ نعم، ما تحدثت عن، يمكن أنا طلعت عن الموضوع، أنت سؤالك هذا إيه؟ نعم، أنه الجيل الجديد ماذا نعم. هنالك بين يدي الجيل الجديد. أنا بقول لك أنه أكيد التطور التقني على مستوى التكنولوجيا الإعلامية في العالم كله، واللي نحن في العالم العربي كمان عم ناخذ منه في محطاتنا التلفزيونية، في محطاتنا الإذاعية، في وسائل إعلامنا المكتوبة أيضا، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره عبر الإنترنت. يعني هذه التكنولوجيا عم توفر للإعلامي الجديد الذي يبدأ نشاطه ويبدأ حياته في العمل الإعلامي، توفر عليه الكثير. إذا بدي خبري كيف كنا نحن نشتغل من حوالي 30 سنة في الإعلام وكيف صاروا اليوم يشتغلوا، هذا ما أريد أن أتحدث عنه. إيه؟ اليوم يعني خبرني كيف كنتوا تشتغلوا يعني وكيف يعني نعمل يعني نحن اليوم الآن. اليوم صار الخبر متوفر في لحظة وفي جميع المجالات، يعني متوفر عبر التليفون، عبر الانترنت، عبر طيب إذا كانت فيسبوك. عفوا، إذا كانت المعلومة متوفرة، نعم، أين دور الإعلامي اليوم؟ يعني ممكن أي مواطن يكون إعلامي، هل لا يعني ما في دور للإعلام اليوم في ظل توافر المعلومات الهائل؟ نعم، سألتيني عن قصة المعلومات. نعم، هلأني إذا الإعلامي الجديد، إذا عم تحكي عن الجيل الجديد بالنسبة للإعلام، المهمة صارت أسهل عليه، ولكن إذا عم تسأليني وين دور الإعلام المخضرم، نعم، وتأثيره على الإعلام الجديد، بقلك موجود هذا الدور، موجود في وسائل الإعلام اللي عم تشوفيها، سواء بالنسبة للكتاب وأساليب الكتاب في الصحف المكتوبة، سواء في أسلوب الأداء الإذاعي أو في أسلوب الأداء التلفزيوني. يعني هذا كله دوره أكثر من إيصال المعلومة. يعني هلأ مفروض أنه اللي عم يعمل إعلام في العالم في الجيل الجديد مفروض أنه يكون عم يدرس إعلام ويتخصص بالإعلام في الجامعات، يعني يكون في عنده دراسة أكاديمية حتى يفهم أصول الإعلام ومبادئ الإعلام، وإن شاء الله يفهموا إياها صح. يعني سمعت مدموزيل خوري كانت عم تحكي، ملفين خوري، ملفين كانت عم تحكي أيضا، حكيت عن نقطة كتير مهمة عن قصة الموضوعية في الإعلام. بقى إن شاء الله يكون هالإعلامي الجديد الذي يطل على المهنة من جديد يكون متشبع بهذه الأفكار اللي تحرره وبتخليه يكون حر فعلا في مجال تأدية مهمته بالمستقبل إن شاء الله. بس طبعا لازم يكون في عنده قاعدة أكاديمية أولا، ثم يجب أن يعمل على نفسه، أن يثقف نفسه، أن يطالع، أن يقرأ، أن يتابع كل الأخبار، كل المواضيع. يعني قد ما في جمع ثقافي بيكون أفضل، لأنه هي بتخدمه في مجال مهنته. هلأ التكنولوجيا أيضا بتخدمه، لأنه كل هذه المعلومات أصبحت متوفرة من خلال التكنولوجيا. أي موضوع صار بدي كيف تفوتي على الإنترنت بلحظة، بتفتحي الصفحات بتشوفي تاريخه وتفاصيله السابقة وتحليل عنه كل أي موضوع. سهلت الكثير بالفعل. نعم، بالأول كنت بدك ترجع على المكتبات ترجعي تقري وتشوفي وتسألي عن مصادر وتتابعي الخبر، هلأ كله بتلاقيه موجود بشكل مسهل ومبسط من خلال التكنولوجيا. تحدثت عن الموضوعية، الموضوعية تختلف عن الحيادية، يعني والفرق كبير، ومن يعمل في الإعلام يدرك ذلك. إيه؟ هل هذا صحيح؟ مش فرق كبير، لا ما فينا، ليس كبير، مش ليس شاسعا يعني. لا، الحيادي مفروض أنه بالإعلامي أن يكون حياديا،
في احدى الزميلات كمان حكيت عنه انه عن الـ 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 الاخت بالميادين هبه محمود. هبه حكيت انه الانسان لما بيتعامل مع قضايا العربيه ما بيقدر كمان يكون هالقد محايد، بس بيقدر يكون موضوع نسبي بيقدر يكون لدرجه ما محايد. اهم شيء انه ما يكون يعني اخذ موقف كتير مع او موقف كتير ضد، لانه كمان كتير مع مسيء وكتير ضد مسيء. خلي يكون بين بين، ولكن يكون ايضا موضوعي، يقدر يقدم الخبر ويقدم الموضوع بشكل موضوعي جدا، ويترك للمتلقي سواء كان قارئا او سواء كان مستمعا او مشاهدا، يترك له مجال انه هو يقيم خلفيات هذا الخبر او ما يدور حول هذا الخبر، مش هو يفرض على المتلقي رأيه. نعم. المشاهد اللي عم يشوفنا اليوم كيف بنشرح له بشكل وجيز الفرق بين الموضوعية والحيادية؟ قلت لك الحيادية يعني قد ما بيقدر يكون حيادي، مزبوط انه ما في حيادية تامة، يعني واحد مشاعره لما بتشوفي انت في اشياء عم تحصل تعنيكي انت كمواطنة سورية او لبنانية او عربية بشكل عام، يعني في اشياء تعنينا نحن في قضايانا العربية، قضية فلسطين لما بتشوفي انت الظلم اللاحق بفلسطين بشعب فلسطين، الظلم المزمن اللي صار عمره في العراق اللي صار عمره تقريبا 68 سنة بالعراق بسوريا بكل يعني بليبيا بتونس باليمن بلبنان احيانا، يعني لما كان يصير العدوان على لبنان. طبعا الانسان لما بيكون عم بحس بألم الاخرين كإنسان عربي وعنده حس قومي ما بيقدر انه يكون كتير محايد، بس بيقدر ما يكون ينجرف. قلت لك لا مع ولا ضد، يعني في ناس مجروفين ضد كمان، ضد وطنهم، ضد مصالح وطنهم، ضد مصالح مش بس وطنهم، ضد مصالح الأمة العربية، ضد قضية فلسطين. في ناس بالإعلام للأسف بتشوفيهم وبنراقبهم نحن خاصة الإعلاميين صرنا نعرفهم، يعني هيدا صار ما عاد محايد ولا عاد موضوعي. بس أنا بعتقد أنه الحياد والموضوعية بيمشوا مع بعض. نعم. يعني جربي تكوني محايدة لتكوني موضوعية. نعم. ما في فرق كبير. سنكمل حوارنا حول هذه النقطة والرحلة مستمرة، ولكن أعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وأرحب مجددا بضيفنا الأستاذ الإعلامي. شكرا. جورج قرداحي. شكرا. كنا نتحدث عن الرأي وعن المشاعر، هل يحق للصحفي أن يبدي رأيه ولا يجب عليه أن يبدي رأيه؟ يعني مهمته هي خبر ورأي. سؤلت كثير يعني لأنه يعني صار انحكى كثير بعد ما أنا أبديت رأيي بما جرى بال2006 في لبنان من عدوان إسرائيلي على لبنان، وبعد ما أعطيت رأيي فيما سمي بالربيع العربي، بعد ما أعطيت رأيي أيضا بالأحداث التي بدأت في سوريا. بقى يعني في كتير ناس يعني صار في جدل حول هذا الموضوع إنه هل يحق للإعلامي أن يعطي رأيه. أنا بقول نعم، أنا بقول يحق له أن يعطي رأيه خارج برنامجي، يعني لو كنت أنا عم أقدم برنامج سياسي بكون موضوعي، يعني قد ما فيني بكون موضوعي لأني عم بقدم مادة موجهة إلى المتلقي وهالمتلقي هو بيقرر، ما فيني أنا أسر عليه. بس بما أني أنا سئلت عن رأيي وأنا مني عم أقدم برنامجي وسئلت عن رأيي كإنسان معروف، يعني كإعلامي عنده برنامج والناس بتعرفه والناس بتحب تسمع له أراءه، بقى لقيت أنه من الجبن أنه لا أدلي برأيي وأعطيت رأيي، وبكان رأيي مثل ما أنا بشوفه من دون ما أكون متأثر بأي شيء، من خلال قناعتي أنا بعروبتي بقوميتي
بوجودي في هذا العالم العربي اللي عم شوفه عم يتمزق واللي شايف المخاطر المقبلة عليه، بقى اعطيت رأيي بكل هيك جرأة، ما بدي أقول جرأة بس اعطيت رأيي بكل تواضع، خليني أقول بس كان رأيي، يعني كان بالنسبة لك حق. لاموني في ناس، لاموني في ناس ما عجبوا الرأي، طبعا كان عندهم رأي مختلف وما أحبوا هذا الرأي، بس أنا بقول إنه كان عندي هيك راحة الضمير أن أعطي رأيي حتى الناس يشوفوا يعرفوا، إذا كانوا بيحبوا يعرفوا رأيي يعرفوا شو اللي عم بيحصل بالعالم العربي. يعني أنت مارست حق كونك شخصية عامة وسئلت ويعني أدليت برأيك. بس أنا عم بحكي عن الصحفي بالعموم، هل مطلوب منه يكون عنده رأي؟ إيه طبعا الصحفي إنسان طيب، ما بدك تجرديه من إنسانيته أو بدك تجرديه من انتمائه أو من 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 عقله، هو يشارك في عنده بصناعة الرأي العام. نعم، والصحافي أو الإعلامي في عنده حكم على الأمور أيضا، هو بيشوفها كمان من منظاره، من وراء ثقافته، من وراء مطالعاته، من متابعته للأخبار للأحداث، له حق مثله مثل أي إنسان آخر أن يعطي رأيه. وهلأني ممكن إعطاء الرأي بكلفه، بقى هو عليه يختار إذا بيحب. في كتير ناس، في كتير إعلاميين عندهم أراء بس لم يفصحوا عنها، وكانوا يعني قاعدين هيك على رواء وبعاد عن، وما حدا عم بجيب سيرتهم ولا حدا انتقدهم ولا حدا شتمهم ولا حدا أشاد فيهم، بقى كانوا على يعني على الحياد خلينا نقول. ربما لأنه اليوم النزاعات كبيرة جدا يعني وفي كل الدول العربية للأسف، لهيك يمكن بيتجنبوا يعطوا رأيه. أنا مبلوم ليك اللي ما بيعطي رأيه، أنا مبلومه لأنه كمان الإنسان عنده مصلحة، عنده مصالح، يعني في يمكن رأيك ما يناسب المؤسسة، الرأي قد يكلف كثيرا، الرأي ما يناسب المؤسسة اللي عم تشتغلي فيها ويكون ضد رأي المؤسسة اللي عم تشتغلي فيها، وممكن أنك يعني تلاقي ردة فعل غير مستحبة من قبلهم. بس على كل حال ما بلوم حدا، كل إنسان حر بحياته، حر بسلوكه، حر بمفهومه للأمور، بيقدر يعطي رأي بيقدر ما يعطي رأي. إنما أهم شيء يعني بس عم نحكي للإعلاميين الجدد، أهم شيء إنه لما بيكون عنده برنامج يحاول أن يكون موضوعيا قد ما فيه، ما يعطي رأي من خلال طرحه الأسئلة أو من خلال تعليقه على الضيف أو محاورته للضيف، يكون فعلا أخذ جانب الموضوعي. أتمنى أن أكون قد نجحت في ذلك معك الليلة يعني لحد ما. لا ما في شيء، نحن أنا وياك ما في اختلاف. لا لا ما في اختلاف. ما في اختلاف. نعم. وبعدين ما في شيء هيك. نعم. لا مستفز ولا مثير ولا. نعم. نحاول وهو واجب بكل حال. أسلمتك. اليوم الإثارة مطلوبة أكثر من الثقافة، تحدثت عن الثقافة وأهميتها للإعلاميين الجدد. شوفي الإثارة في البرامج. هي عم تستخدم الإثارة أكثر في البرامج التلفزيونية، يعني ما فيك تعملي إثارة بالصحافة المكتوبة ولا إثارة بالإذاعة، الأكثر شيء عم بتكون بالبرامج التلفزيونية. الإثارة سيف ذو حدين، يعني ممكن تمشي لفترة ولكن بعد فترة ما تعود رائجة، الناس بيمجوا منها، الناس بيتضايقوا منها، بيشوفوا أنه صار في شيء متعمد، يعني للإثارة للبحث عن مواضيع مثيرة للجدل للحشرية يعني بقى، يعني هيدي ممكن موضة ما تطول كتير. تحدثت عن إثارة البرامج التلفزيونية والإعلام المرئي تحديدا، هناك سلطة من الإعلام المكتوب على المرئي دائما يعني بحاسبوا البرامج من تستضيف وكيف تستضيف. ما بعرف إذا بدك تسميها سلطة مش سلطة، بس كويس بالضبط. إنه الإعلام المكتوب يعني عم بيراقب بهدوء، عم بيشوف الإعلام المرئي، عم بيشوف الإعلام المسموع، وعم بيراقب وعم بيحلل وعم بيعطي يعني انتقاد، وأحيانا كتير بيكون انتقاد مفيد، مش انتقاد محفز، انتقاد أيضاً. إيجابي يعني، مش انتقاد إيه يعني، عم بيضوي على بعض النواقص أو بعض الشوائب في البرامج أو في الأداء أو في غيره، أو عم بي يعني يحلل وضعية بعض البرامج تجاه الرأي العام. أنت عملت أيضا في الإعلام المسموع في إذاعتي مونتي كارلو وإذاعة الشرق أيضا في بدايتك، يعني اليوم الإعلام المسموع CFM أنا كنت مديرا عنها أيضا. نعم، 6 سنوات. نعم، اليوم الإعلام المسموع هل هو مسموع بالفعل إلى حد كبير؟ إيه طبعا، هوني كمان نظرة، الإعلام المسموع
لم يعد مسموعا كما في السابق. يعني لما اجى التلفزيون صار في خوف على الإذاعة، يقولوا انه التلفزيون راح ياخذ مكان الإذاعة، بس طبعا اخذ مكان الإذاعة، اخذ جزء كبير، حيز كبير من عالم الإذاعة، من مجال الإذاعة. التلفزيون سرق او احتل قسم او مجال كبير من مجال الإذاعة، ولكن بقيت الإذاعة وبقيت ناشطة وبقيت كمان مطلوبة، لأنه الإذاعة موجودة حيث لا يمكن للتلفزيون أن يوجد. يعني أنت في السيارة ما فيك تطلعي بالتلفزيون، تتفرجي على برنامج وتشوفي تلفزيون وتسوق. صحيح. بقى بس بتلاقي أنه الإذاعة هي ملكة الوضعية في السيارة، هي ملكة الأوقات القيادي، هي الملكة، ما في غيرها. يعني لا صحافي مكتوبة ولا تلفزيون. نعم. هل وسيلة تحتل مكان وسيلة؟ يعني بالحديث عن الوسائل المتعددة كمان، في اعتقادات أنه خلال 20 سنة الصحافة الورقية ما رح تكون موجودة. نعم. المستقبل للإنترنت والصحافة يعني التكنولوجية. صحيح. نعم صحيح. هو الصحافة المكتوبة أنا بقول هي الأكثر شيء في عليها خطر. يعني إذا عم بيقولوا من هلأ لعشرين سنة، يمكن أقل كمان أنا بقول، لأنه الإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي يعني عم بتخلينا شوي شوي نستغني عن الورق. يعني مني أنا وجر، يعني أنا بس في الصبح بدي أقرأ يمكن على الأقل شي 10 صحف يعني لبنانية وغير لبنانية. تقرأهم على الإنترنت؟ عبر الإنترنت. هلا في ناس بيحبوا بعد يتصفحوا ويقعدوا يدخلوا، بس اللي بده عم يبحث عن اخبار او عن تعليقات معينه او انا بيقراها الصبح شوي شوي هذه العاده ستنتشر. وبعدين بس انه مش انه ستقضي على الصحافه المكتوبه، لانه هي الصحافه المكتوبه عم تتطور. اليوم كثير من الصحف في العالم، من كبريات الصحف في العالم، تطورت وتحولت الى صحافي على الانترنت. يعني صار القارئ يقدر يشوفها ويقراها على الانترنت. صحفنا في لبنان او في العالم العربي معظمها صار موجود على الانترنت. يعني ما في خطر على الصحافي. انت عملت في كل الوسائل تقريبا، او كل الوسائل. المكتوبة. نعم. نعم. المسموعة والمرئية. نعم. اي واحدة اكثر قريبة لقلبك، الأقرب إلى؟ شوفي كل وحدة منهم إلها يعني إلها طعمها وإلها لذتها وإلها، بس أنا بقول لك نحن نعيش اليوم عصر التلفزيون. دائما بيسألوا ليش ما بترجع للإذاعة، وأنت كنت بالإذاعة وكنا بالإذاعة ماشي حالنا يعني أداء وصوتا وكذا، إنه بس لا، التلفزيون بيغويكي أكثر من الإذاعة. هلا طبعا الصحافي المكتوبي والكتابي هيدي شيء يتعلق بالإنسان، بيقدر هو بساعات بأي وقت يعني بيقدر يكتب، إنما التلفزيون بصير زي المخدر يعني بيدخل سلوك فيك، حياة بصير لا هو بشدك ونجوميته بتشدك كمان أكثر، بتخليك يعني شوي تصيري مكرسي حالك لهذا المجال أكثر من غيره. والجمهور العربي عرفك أيضا يعني من خلال التلفزيون. إيه بس عم نحكي بشكل عام، يعني أنا أو غيري يعني. نعم. أي واحد بيكون بيصر له أنه يكون عنده إطلالة عبر التلفزيون، وإطلالة أنه بيشوفوا أكبر شريحة ممكن من الناس في الوطن العربي، ويلاقي نجاح كبير وجماهيرية كبيرة، بحس بهذه النجومية اللي بتخليه أنه صار عنده، صار صعب عليه أنه يبحث عن شيء آخر. نعم. اليوم تقدم أكثر من برنامج يعني، والجمهور عرفك من خلال المسابقات الثقافية من سيربح المليون والمليونير أيضا وبرامج أخرى ثقافية. المليونير هو من سيربح المليون، بس نعم. غير لما انتقلنا إلى الحياة في مصر غيروا. نعم. له اسمه مليونير، بس هو نفس الصيغة. نعم. أيضا برامج إنسانية مثل افتح قلبك، وأخيرا المسامح كريم. اليوم أنت تصالح أفراد في مجتمعات عربية يعني فيها نزاعات، ما بدنا نكرر الكلمة بس للأسف هذا هو الحال، مجدي هذا الموضوع مصالحة أفراد؟ هو أول شيء مجدي، يعني أنا بقول لك أنه بهالبرنامج مش رح أقدر صالح كل شيء في عالم متخانقين بعضهم، بس على الأقل أنه دائما بقوله أنا عبر البرنامج
انه كل قصه بهالبرنامج هي نموذج ممكن الانسان اللي عم بيشاهد وعم بيتابع بيحتزي حزو هالفكره او هالنمط او هالثقافي او هيك هالروحيه التعالي فيها تعالي وانه يتجاوز مشاكله ويتجاوز احقاده ويطبع علاقاته مع الناس اللي بيكون على خلاف معهم. ممكن بس نشوفك عم تصالح فصائل مسلحة مع بعض الدول بالمستقبل القريب. والله ليكي أنا ما بعرف يعني بس أنا صالحت بمصر كان في مرة حلقتين يعني مرقوا معي كان في خلافات بين عائلتين وعندهم سلاح يعني مش إنه ثأر على ثأر. برافو عليك. حالتين ثأر يعني وكان في قتلة في الحالي اللي مش من زمان يعني انعرضت كانوا عائلتين بالصعيد في 14 قتيل من العائلتين بسبب خلاف على أرض بدأ من 10 سنوات وبلشوا يعني الأفراد العائلتين ينتقموا من بعضهم ويثأروا لبعضهم بقى راح 14 قتيل وقدرنا أنه صالحهم وقتها وكان عن جد حدث يعني حدث حتى يعني الشيخ الأزهر سماحة الشيخ الأزهر وقتها طلب يشوفني وأثنى وهناني على هذا العمل اللي قمنا فيه. في يعني هلا في مجال المصالحة بس بدك تأمني لها الظروف يعني. هاي هي رسالتك بالإعلام. ما هي رسالتك بالإعلام؟ والله رسالتي في الإعلام هي رسالة مهنية أكثر ما هي رسالتي في الإعلام إنه الإنسان يكون موضوعي وإنه الإنسان يكون يعني حر الضمير وحر الفكر وحر القول قد ما بيقدر. في ناس ما بيقدروا بسبب ظروف العمل بسبب ضغوط بس يعني أنا بحاول أقول للجيل الجديد إنه قد ما بيقدر خليه يتمنطق وخليه يعني يتمسك بهذه الفضائل اللي هي بتميز الإعلامي عن الإعلامي الآخر. شكرا جزيلا الأستاذ الكبير يعني الإعلامي جورج قرداحي. نحن سعدنا جدا بك على متن مترو وبنتمنى كمان أنت تكون سعدت معنا. شكرا على استضافتك. أكيد أكيد. تسلمي. شكرا. أعزائي المشاهدين الرحلة مستمرة. ننتقل إلى أخبار الشبكة. معظم الصحفيين اليوم يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة أحدث الأخبار وللوصول إلى أكبر عدد من المتابعين والمصادر حتى إنها باتت مادة تدرس في معظم كليات الإعلام حول العالم. نظام تويتر يسهل البحث عن كلمة معينة ولهذا يعد الصديق المفضل وأرضية البحث الأولى لمعظم الصحفيين. فضلا عن ذلك فأبرز السياسيين والدبلوماسيين العالميين والعرب والمنظمات الدولية والعربية يمتلكون حسابات رسمية على التويتر. أما فيسبوك فهو منظومة وعالم خاص يتفاعل فيه أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريا. ولأن لديه ميزات تمكن المستخدمين من التحكم في الخصوصية وفي طريقة العرض فهو وسيلة الاتصال والتواصل المحبذة والأكثر رواجا في العالم. يوتيوب يراه الصحفيون اليوم أرشيفا مرئيا متاحا للجميع ومنبرا لا يمكن الاستغناء عنه. إضافة إلى ذلك هناك إنستغرام وصفحات التدوين وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل ساهمت في زيادة الوعي لكنها أيضا أداة يصعب السيطرة عليها وقد تستخدم لتعزيز الانقسام ونشر الشائعات. من أكثر وأسرع الشائعات انتشارا هي إعلان وفاة بعض الشخصيات العامة من نجوم الفن والسياسة والمجتمع. لهذا قام الصحفي المصري أحمد الشيخ والمقيم في المملكة المتحدة بإنشاء برنامج باسم 30 فبراير وهو برنامج يكافح الشائعات ويصحح المعلومات خصوصا تلك التي تنتشر بسرعة كبيرة. منبر هذا البرنامج هو فقط صفحات فيسبوك ويوتيوب وتويتر. نشاهد جزءا من حلقة تم عرضها في 30 فبراير. فيسبوك خبر إعدام شاعر عراقي بسبب القصيدة دي. نحن شعب لا يستحي. ملايين شافوا الفيديو. شاعر سني قتلوه الشيعة. قصة جاية في وقتها ومليانة بعناصر الإثارة ومنها الصورة الوحيدة المنشورة مع الخبر. طيب هل هي دي صورته فعلا؟
إيه كانت قصة الصورة؟ طيب إيه قصة الشاعر نفسه؟ نحن نستحق أن يحكمنا أنصاف الرجال، فهذا جزء من جزاء خيانة الأمانة. اتصلت باتحاد الأدباء العراقيين وأرسلوا لي نسخة من بيان بيقول إنهم ما سمعوش أبداً عن شاعر بالاسم ده، والأديبة اللي نقل عنها الإعلام الخبر حذفت التغريدة ونشرت النفي. زي ما وريتكم صورة حاجة مش حقيقية، لازم أوريكم حاجة جربتها وطلعت تمام، شوفوها وقولوا لي رأيكم. وجود ووفرة هذه المنابر شكل بعض المشاكل، والخطأ الأكبر الذي يقع فيه معظم الصحفيين الشباب هو شعور معظمهم بقلة الضوابط المهنية على منابر التواصل الاجتماعي، مثل التعبير عن الآراء الشخصية والتخلي عن الموضوعية. للحديث أكثر حول مساوئ مواقع التواصل في العمل الإعلامي كان لنا لقاء مع الزميل خضر سلامة. مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بالمحتوى العربي كانت من الناحية الأولى هي طبعاً مواضيع الدقة في الخبر والمعلومة. الدقة في الخبر والمعلومة بسبب سهولة انتقال أو انتشار المعلومات المغلوطة على موقع التواصل الاجتماعي. الجهة الثانية هو النقص الشديد في المحتوى التوثيقي وغيره، وهذا بيجعل معظم الإصدارات على الإنترنت هي غير ذات مراجع توثيقية وكذا، فغياب المصادر والتوثيق بسبب غياب إثراء المحتوى العربي على الإنترنت. مشكلة استخدام هذا المنبر الشخصي أنه الناس المتابعين لهذا الصحافي ينظرون إليه على منبر الشخصي على أنه صحافي، ويجب عليه أن يلتزم بالأخلاق الصحفية. من جهة أخرى طبيعة سلوك أو استخدام المنبر الشخصي اللي نسميه بروفايل أو اليوزر نيم الشخصي لهذا الصحافي قد تعطيه نوعا من الشعور بالحاجة للتحرر من الرقابة الأخلاقية والمهنية الموجودة دائما بالصحف. يعيش الفرد على موقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفرد المعني بالشأن العام هالة معينة تجعله يثق بنفسه على أنه أصبح هالة مؤثرة، وينسى أنه هذه الأرقام هذه الآلاف لا تشكل إلا جزء بسيط من المجتمع الأوسع الذي يتوجه إليه بالرأي. فهذا دائما الإعجابات أو المديح المستمر العلني واليومي على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي لنشوء هذه الأنا تضخمها لدى الصحافة، أو معني بالشأن العام حتى ما نكون عم نحصر فقط بالصحفيين، لأن هذا ينطبق أيضا على الناشطين السياسيين والشباب، وينطبق على السياسيين وينطبق على غيرهم. أيضا الغرور الأكبر الذي يتسع قد يؤدي لحالات تدميرية، وأخطر مظاهرها هي عزلة، إذا عم نحكي عن الصحافة تحديدا، عزلة الصحافة عن محيطه الأوسع، لأنه مش بس جمهورك المباشر ولكن ما تعنيه الصحافة من توجه للرأي العام ككل. كثرة وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بوفرة المعلومات، ولكن هناك دائما معلومات يتوجب الوصول إليها عن طريق القانون. المزيد في محطة معلومة موجزة. مهنة الإعلام تقدس المعلومة وحق الوصول إليها وبالتالي إيصالها إلى المتلقي، ما يتطلب قوانين تتيح هذا الحق، الأمر الغائب عن معظم الدول العربية على عكس الدول المتقدمة وخصوصا الأوروبية التي غالبا ما تحمي هذا الحق بقوانين تمكن المواطنين من تقديم طلب معلومات إلى أي هيئة عمومية. يعرف هذا القانون بقانون حرية المعلومات، أي Freedom of Information، وتعرف عنه الصحفية والكاتبة الأمريكية هيثر بروك والمختصة في هذا القانون بالقول: الوظيفة الأساسية للمؤسسات الحكومية وموظفي الدولة هي خدمة الشعب، ونحن الشعب لدينا الحق في أن نعرف ماذا يفعلون باسمنا وأموالنا. في تونس ومن بعد التغيير تم تفعيل هذا الحق بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها وبعاؤها. لكل مواطن تونسي اليوم الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية، سواء بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني، مع مراعاة الاستثناءات طبعا المنصوص عليها بهذا المرسوم، ما يعتبر خطوة جدية بتخلص تونس من ثقافة السرية.
أمر مشجع، ونتمنى أن تنتقل العدوى إلى كل البلاد العربية حتى يصبح للمواطن وللصحفي حق المتابعة وحق المحاسبة. إلى هنا نصل إلى ختام الرحلة، وقبل الختام نوافذ مترو. هل تفضلون متابعة الصحفيين والمراسلين الجدد أي الشباب أم صحفيي الجيل الأكبر والأقدم في المهنة ولماذا؟ علق وليد بأن الشباب يحتاجون إلى مواقف الكبار ليكون جيل الإعلام الجديد متكاملاً. أما لينا فقالت سنوات الخبرة هي من يصنع الفارق، لكن الاجتهاد عامل النجاح. وتضيف سالي مع الجيل الجديد على أن يكون متدرباً ليأخذ فرصته ويبدأ نجاحه. أما فاطمة مع الإعلامي صاحب الخبرة لأنه يكمل العمل الصحفي. تسمى السلطة الرابعة، وهي فعلا سلطة بل وأكثر، هي سلاح، سلاح يخدم الكثير من القضايا الإنسانية والمحقة، ولكنه قد يستخدم للهدم أيضا، هدم دول وأحلام وطموحات. وللأسف هذه هي حالنا في أوطان نشأ شبانها على كثرة الأزمات وكثرة وسائل الإعلام، فكان الجميع ملزما بأن يكون جزءا من الأزمات، وكان البعض بملء اختياره جزءا من وسائل الإعلام، فآمن بسلاح سلمي وحمله مستخدما الكلمة والصوت والصورة لنقل واقع حلو ومر وحالم. لقاؤنا يتجدد في رحلة جديدة الأسبوع المقبل، ودائما عبر مترو.